الذي تحلمون به وتتمنونه لكم وبجانبكم طوال الوقت. الكثير من الناس وخصوصا الشباب منهم يخافون من المكوث في العزوبة لمدة طويلة. الأعراف وتقاليد المجتمع تشكل هاجسا وضغطا كبيرا على هؤلاء. الكثير منهم يستسلمون لهذه القيود ويقبل في الزواج فقط تحاشيا لنظرات الناس، وحتى لا توجه أصابع الاتهام نحوهم. الزواج ليس مسألة يوم وليلة، الزواج حياة. لا تخاف من نظرات الناس، الأفضل أن تظل من دون زواج أو على الأقل بعض الوقت، على أن تلقي بنفسك في جحيم علاقة فاشلة مسبقا. أنا لا أنصحكم أن تنتظروا الزوج أو الزوجة المثالية كذلك، لأنه وبكل بساطة ليس لهم وجود. إذن لا تتزوج حتى تجد شخصا يحترمك، شخصا يحترمك في حضورك وأثناء غيابك، من يستشعر حضورك أو حضورك في غيابك، كما حين تكون بالقرب منه، من يتمنون لو كنتم في جانبهم طوال الوقت، يستحضرونكم في كل لحظة وكل مكان، من يحترم حبك له ويعبر عن وفائه حين غيابه. فهنالك من يحترم شريكه عند حضوره فقط، لكن لا يكترثون لأحاسيس ومشاعر الآخر حين يسمعونهم ولا يرونهم حولهم. لا تتزوجي حتى تلتقي بمن يحترمك ويحترمك ويحملك كالملوك أو كالأميرات. منهم من مستعد في التضحية بالغالي والنفيس من أجل سعادتكم وراحتكم فقط، لأنكم أنتم من أنتم. لا تتزوج حتى تجد من يساندك في أوقات الشدة والضيق كمساندته لك في وقت الأفراح، من تجده بجانبك حتى قبل أن تبحث، علما يكون بجانبك في لحظة حزنك تلك، من يساندك وقت الوحدة والظلام الحالك، من يعينك أو يعينك على أن يضيء نورك المعهود والعودة سويا للسعادة المعتادة. لا تتزوج حتى ذلك الحين، لا تتزوج، لا تتزوج حتى تجد من هو مستعدا لأن يشفي جروحك ويعتني بك، من يجعلكم تنسون إخفاقات الماضي، تنسون من أساء إليكم، يجعلكم تفقدون الثقة بأنفسكم وبالجنس الآخر وبل بالحب عموما. لا تتزوج حتى تجد من يحب روحك وقلبك الصافي كحبه لمظهرك، من يعشق شخصيتك وداخلك كعشقه لمظهرك. لا تتزوج حتى تلتقي من يفي بوعده دائما، من يحترم مواعيده، من يحترم وعوده، ما يوازي ويوازن بين القول والعمل، من لا يخذلك أبدا. لا تتزوج حتى تقابل من يأخذ بيدك نحو الأفضل دائما، من يساعدك، من يساعدك في تطوير ذاتك والتحسن دائما وسويا. في حالات كثيرة نربط علاقاتنا مع أشخاص نظن أنهم سيساعدون على تنمية ذواتنا، لكن في الحقيقة يعيقون مسارنا ويعسرونه، يصبحون هم الحاجز أمام التحسن والازدهار. إذن انتظر وانتظر حتى تتعرفي على من يساعدك على التطور على المستوى الذهني والجسدي والروحي كذلك. لا تتزوجي حتى تجدي من يشاركك أهدافك وأحلامك ويساعدك في تحقيق أهدافك وأحلامك، من يرسم مسارا تأخذونه سويا. لا تتزوج حتى تجد من لا يتردد في قوله لا كقوله نعم، بل لا يخاف
الرفض إذا كان هذا الرفض منطقيا طبعا ويصحح أخطاءك. لا ترضى أبدا بمن يقول كل شيء، من يقبل كل شيء فهو ضعيف الشخصية. انتظري ملاقات من يوازن بين لا ونعم في حياته وحياتها، من يستعمل الكلمة المناسبة في الوقت المناسب. تتزوج من الشخص الذي يمدح وقت المدح ويعاتب ويصحح حين تخطئ. أختاه، لا تتزوجي حتى تجدي الرجل المستعد بأن يشارك معك لحظات ضعفه، والرجل بطبعه يريد فرض شخصيته وأن يظهر أنه قوي ودائما. لا تتزوجي حتى تجدي من هو مستعدا بأن يغطس بأعماق شخصيتك وشخصيته. العلاقة الناجحة هي العلاقة التي يقبل أبطالها أن يكسروا الحواجز. الرجل الذي يفصح عن أحاسيسه والرجل الجدير بالثقة والحب، هؤلاء سوف يشاركوكم أسرارهم بكل راحة وأريحية. انتظري الرجل الذي يشارك تلك اللحظات الدافئة بصدقها. لا تقبل على الزواج حتى تجد من يتقبلك كما أنت ويتقبل كل جوانب شخصيتك، جانبك اللطيف، جانبك المرح، الجانب الغاضب، الجانب الأحمق، الجانب الذكي، الجانب المثير، كل جوانب شخصيتك. انتظر من هو مستعد لقبولك كما أنت بإيجابياتك وسلبياتك. لا تتزوج بمن يدعي الكمال، من يفتخر بكماله فهو مخطئ بالضرورة. انتظر من يفصح عن جوانبه الضعيفة والسلبية كذلك. لا تتزوج أو تتزوجي حتى تجد من يستمتع بسماعه بما تشارك، من يحب أن يستمع ويستفيد ويتعلم. نعم، فمن يأخذ الكلمة دائما ويتحدث باستمرار فبالضرورة لا يستمتع، لا يستمتع ولا يستمع إلى آرائك وأفكارك. الإصغاء والإنصات صفة الحكماء والأذكياء. لا تتزوج حتى تجد من تستمتع بكلامه وصمته، من لا تشعر معه بالارتباك في لحظات السكوت. أليس جميلا أن تستمتع مع هذا الشخص في لحظات الصمت كلحظات حديثه؟ تشعر بالراحة والسلام بنظراته التي تعبر عن الأحاسيس الحقيقية والعميقة تجاهه. لا تتزوج حتى تتعرف على من لا يعتبر الاعتذار عيبا أو ضعفا. من أهم المزايا في الشخص هي تقبل فكرة الاعتذار، الاعتراف. والاعتذار عن الأخطاء فضيلة. ابحث دائما عن من هو قادر على كبح كبريائه لطلب السماح حين يستدعي الأمر ذلك. لا تتزوج حتى تجد من يتحلى بشخصية فريدة خالصة وحقيقية، من لا يتصنع في كلامه وسلوكه فقط، يثير إعجاب الآخرين. ابحث وابحثي عن من تصرف بتلقائية ولا يقلد أحدا. الشخص المناسب لن يدعك تشك بنفسك أبدا. الشخص المناسب ستجده دائما بجانبك بأحاسيسه وروحه. الشخص المناسب سوف يشهر بكل أوراقه أمامك أملا بأن يصبح جزءا من حياتك. الشخص المناسب لن يخذل ثقتك مهما كان، سوف يساندك مهما كان، سوف يأخذ معكم نفس الطريق ألا وهو طريق النجاح، سيسعى لإرضائكم على كل المستويات. أدعوكم لمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم المقربين منكم، كما أدعوكم أن تضغطوا على زر لايك وسبسكرايب إن كنت هنا للمرة الأولى. متابعين قانون الجذب مع مجد، معا لنجد أفضل نسخة من نفسك. غير كي تتغير، وإلى اللقاء بفيديو جديد كما عودناكم دائما. كان معكم مجد بالتعليق الصوتي، وإلى اللقاء.